حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ النهارده عيد ميلاد فيكي ومش عارف اجيب لها ايه. كل سنه وهي طيبه. الله، لذيذه خالص ده دلوقتي، بس ما تعرفيش اول ما الليل ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وايده في جتتها. ليه خير؟ فيكي هاني من نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللاسف كبرت ومحتاجه زي اي ست حلوه وشيك وطويله ما بتبقى محتاجه. فاهمه وحاسه بيها. للاسف قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم، من النوع ده يعني، ما تتحمقش قوي كده. فيا ريت يا هانم لو تعرفي اي حد من اصحابك اكون شاكر جدا. هو فعلا في ازمه في الديكور اليومين دول. الله، ما حضرتك اتحمقت قوي من شويه ليه؟ ما علينا، المهم حضرتك ادي الشهاده بتاعت فيكي وادي صوره لفيكي. انا عندي استعداد ادفع لغايه 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوه، انا بتكلم مع الهانم. اصل انت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزه عليا قد ايه وصعبانه عليا قد ايه. مش لوحدها يا حضرتك. لا، انت صعبانه عليا من ساعه ما دخلت اصلا. يلا، المهم حضرتك ادي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل، ودول يا هانم 1000 جنيه عربون. لو لقيتي اي ذكر من نوع فيكي ارجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضه اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا يا فيكي، يلا. لبست وشرفت. حضرتك نظف، مالكش دعوه. بس بقول لك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للاسف. للاسف ايه، بيشتغل هنا؟ لا، جوزي بينظف بس. ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. مش عايز تبيعه؟ الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. مش ممكن. ايه، انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها؟ عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا. يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع ريكو يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس، تعالى تعال. وعلشان خالص ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999. نزلت لي الجنيه. دمك شربات، ما تكلم جاي. 25,000. وعلشان خاطري كمان مرة. 22,000. 20,000. 20. قول له حاجة يا ريت. اجمد يا ريتو. ما تعملش زيي. 15,000. تعالى معايا. لا، كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش، هتاخد فلوسك. هات 10,000 من عندك. مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعة بسرعة كلم الراجل ده، فيه 20,000 مكسب بسرعة. أيوة، الكارت بتاعه اهو. يلا. هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي. وبعد ريكو. يا حول الله يا رب، دي حادثه دي ولا ايه؟ هم متعودين يباتوا بره؟ عمرهم ما عملوه. صدقني. معلش يا ست اولجا، ما انت عارفه كلاب اليومين دول بيحبوا العض، يمكن راحوا كده ولا كده وهيرجعوا تاني. طب ما معهمش اي اثبات شخصيه؟ لا، يبقوا اتمسكوا تحالف. اخص عليكم كده، بتتريقوا عليا وانا اللي بقول عليكم ان كنتوا زي ولادي. اخص عليكم. خلاص، معلش يا ست اولجا. معلش والله بنهزر معاك. وهندور لك عليهم ونجيبهم لك لحد عندك. واحد وهيباتوا في حضنك الليله.
الليلة. الليلة يا أولجا. بس انت يلا بقى يلا، ما يصحش تقعدي هنا، يلا قومي. هنجيبهم لك. حاضر. على مهلك. أشوفهم. على مهلك. أشوفهم. دي دخلت هنا ازاي دي؟ بالراحة بشويش. يا روحي نوحي عالبخت اللي راح نوحي. معلش. يا حبسة قهرك في دارك يا أولجا، صرح وبوحي. معلش يا ست أولجا. لا القلب صافي ولا الطريقة طبيب شافي. يلا عشقة على طول. دواء يا خلق الجروح. عشقة على طول. عجبك كده؟ بقولك ايه، ما الكلاب مالية الشوارع، انزل هتلاقي اتنين. هما سندوتشات يا حودة، ما كانش المفروض نعمل اللي احنا عملناه ده. الست عاملة السطوح ده كله عشان خاطر الكلبين دول، صعبان عليها قوي. بقولك ايه، ما يصعبش عليك غالي، يعني الكلاب تاكل واحنا نجوع. مطلوب خطاب ضمان بخمسة مليون دولار قبل وصول الشحنة بوقت كافي عشان يقدر يتمم الإجراءات. وماله حبيب قلبي؟ وماله تحت أمرك، أنت تأمره ولا إيه يا باشا؟ No problem. أهم حاجة يا سيم باشا أعرف معاد دخول الشحنة بالظبط. شحنة إيه؟ ده كلام على ورق، الشحنة رايحة بلد تانية خالص. كده يبقى في كلام تاني خالص. يا عم ما احنا لسه هنقعد مع بعض في العوامه، وانا عارفك بتحب العوامه. ايه اللي انت لابسه ده؟ مش دول صينيين وفي صرص دلوقتي وبتاع؟ خليك في حالك والنبي عم محسن. قول لهم كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. تشويتي روتشان ميو شماوانتي. المعلومات اللي سيادتك طلبتها اخليها بعدين؟ لا 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 لا، تعالوا تعالوا اقعدي. عدم المؤاخذه اخويا والنبي، قول لهم دقيقه واحده وهرجع اكلمهم تاني. جعفر مبروك الضو ومحمود شفيق البوري، السن 27 سنة، ما كملوش تعليمهم، بيشتغلوا في النصر بس ما لهوش أي سبب. عزلوا من مكانهم القديم وجاري البحث عن مكان سكنهم الجديد. تمام يا باشا. تمام يا لؤي. نرجع للديل بتاعنا بقى. يا اخوانا في ايه؟ صلوا على النبي. ايه؟ هو في الصين برضه في بص للموزز وبتاع؟ ومن زي تي جي شو خيو شو مشر هو بي تي هو تشين فاشين كاوسو ومن فوق انا فانش. اول ما يحضروا الشحنه هيبعتوا لك جواب يقولوا لك فيه ازاي تدفع الفلوس. وماله حبيب قلبي؟ وماله؟ ما فيش اي مشكله. في حاجه تاني؟ تشو خيو شو مشر ده شي جونغو ران ده سي جوان بيوشي له هزو ده تشانغي. ده بقى تقليد صيني ان اختلاط الدم بيدل على الاخلاص والوفاء. اختلاط دم؟ هتذبحونا ولا ايه؟ في ايه؟ لا ابدا، حاجه بسيطه. مد دي بس اصبح حضرتك جرح بسيط انت والسيد المدير. جرح؟ لا ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ اي تقوم تفتح الباب. انا فتح اخر مره، افتح انت يا عم. افتح ما تبقاش بايخ يا عم. افتح انت خفيف. انا خفيف. عيشة اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي، منوره، اتفضلي. ايه كلمات؟ يا حول الله يا رب. يا شيخ فضل الله ولا فالك. امال ايه اللي جابك؟ استنى بس لما تاخد نفسها الاول. انا جاي اقول لكم ما تهوبوش ناحيه بيتنا، في ناس جم سالوا عليكم ومراقبين المكان. والصندوق؟ ما تخافش. هو الصندوق ده فيه ايه؟ ده بعدين. احنا متشكرين قوي يا عيشة على اللي انت بتعمليه معانا. انا بس اللي اشكرها، دي بنت خالنا. طيب بعد اذنكم بقى. ايه استني ما نوصلك في طريقنا. يا عم دي بنت خالنا، استني نوصلك في طريقنا. هو احنا مش طريقنا واحد؟ اه خلاص يلا نوصلك في طريقنا. يلا انا برضو اللي هوصلك. يا جعفر ما تكبرهاش. ماشي خالص، ما فيهاش حاجه. جعفر يا جعفر، ما تبقاش سريع في كل تصرفاتك. احنا لازم نسيب البلد ونطير يا حوده. على فين يا عم الهدهد؟ اي بلد هاديه. نروح فين مثلا؟ نروح العراق. امريكا مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نروح افغانستان. برضو امريكا مش هتسيبنا في حالنا. حيرتني معاك، امال نروح فين؟ اقول لك على حاجه. اه احنا نروح امريكا. كوريا الشماليه مش هتسيبنا في حالنا. خلاص نسلم نفسنا لعبد المجنون ونخلص. او نتوب يا حوده. تام انت؟ هات لي شيشه حسن. ماشي يا حوده. نتوب ليه يا ابني؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. بص على التلفزيون يا جعفر وانت تشوف النصب مع الاصول دي. العراق نفسها اتاخدت بالنصب يا جدع، مش احنا شويه فهلاوه على تفتيح مخ بنكسر
بنكسب 10 بواكي في 3 ايام. احمد ربنا يا جعفر. احنا بنكسب بس عشان ما بنتعبش بالفلوس بنصرفها من غير ما نحس حوده. بص يا جعفر، احنا لازم كام شغلانه في السريع كده ونهرب لغايه ما الجو يهدى. هتعمل ايه يعني؟ بكره تشوف. والتاكيد لهم ان قوات التحالف تعتزم فعلا السيطره على المدينه. حكومة الحرب البريطانية اجتمعت اليوم مجددا، بل إنها أصبحت تهم الإعلاميين بالقدر نفسه حتى أن الكاميرا تسبق المجرم. هؤلاء مجرم، إن كان حكام في واشنطن ولندن، وإن كان من هؤلاء العلوج الذين يرضون بهذه المهمة القادمة. لا والله الشقة تمام 100 100. طب احنا هناخد الشقة دي شهر بقى نشوف أدامها علينا. وأنا تحت أمرك يا سعادة الباشا. الله يحفظك. بقولك ايه؟ طيب امسك المفتاح ده وانا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها؟ اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند. وناوي تزرعها ايه؟ رز وبسله. ده على الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمه مع بعض كده. همتكم معانا يا رجاله. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا. خدنا يا باشا. نتشرف البلد وترفع راسنا فوق، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت، انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوقتي ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك، اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحده مش هتحول. لا انت خليت ديك بقى. حسن حسين حسن اسامه هاني شاكر في اسمك صابر رسلان. يا هلا ده الاخ سالم الليبي اللي هيدخلكم ليبيا. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلوا اتفضلوا يا مرحبا.
اهلا بكم، نورتونا في الجماهيرية، شرفتونا. يا مراحب يا مراحب. في ايه؟ الفار ده مفتاح السودان باين. والنبي يا اخي سلم، مش عايزين نورط الناس. استنى استنى اهو مفتاح ليبيا اهو. يا رب يا ساتر، هو مفيش حد جوه ولا ايه؟ اصل انا عايش لوحدي. يا مراحب يا مراحب يا هلا، خش برجلك اليمين يا عم. اقول لك نقلع الدزمه هنا ولا ندخل بيها دوه؟ تقلع ايه يا عم، هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا، سمي وانت داخل، وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا، نورين الجماهيريه. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. ليبيا ما احنا عارفين واحنا جهلي. اه معاك استاذ اخويا يا باشا. يا رجاله انا عايز العيال دول يصبوا عليني، ودونا السعوديه.